يعني لايف فيو او على الهواء على طول. امير هشام اهلا بيك. كابتن ميد وتحياتي ليك وتحياتي لكابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي. وطبعا حاول تجيبوه تاني، حاول تجيبوه تاني. ماشي، احنا يعني بنحاول نعيشكم على طول في الاجواء. امير هشام يعني كتر الف خيره، الراجل يعني بصراحه يعني متابع يعني كل كبيره وصغيره مع في النادي الاهلي، ويعني عنده ابتسامه جميله بتدي امير ما شاء الله عليه كده وهو موجود. طب يلا هو جالنا تاني. يلا امير اهلا بيك يا امير. فصل تاني. طب وبعدين يا جماعه بقى الناس هتنزلوا كده حسن معنا. امير اتحسن حسدنا اكيد. اكيد يعني بلاش الاتصالات وحشه دي عشان ما حدش يفهم ان احنا بنتكلم على حاجه معينه. هو انت اتفضلت وقلت قبل كابتن هشام تسال سؤالين. جه تاني؟ جه تاني؟ ها جه احمد جمال ولا لسه؟ يلا يلا دخلوا معانا يلا على طول. امير سامعني يا امير؟ يا امير تحس؟ لا كده مش هتحس. تحس ان هو اتعجبها لابس حاجه. كابتن ميدو تحياتي ليك وتحياتي كابتن شريف عبد المنعم كابتن اسامه عرابي، وطبعا تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي وكل مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. طبعا اكيد استعدادات مستمره جدا من قبل النادي الاهلي من خلال مران اخير النهارده بالنسبه للفريق، كان على الملعب الاولمبي في سوسه، هو الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه الهامه جدا في ذهاب دور قبل النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا ما بين فريق النجم الساحلي وفريق النادي الاهلي. اكيد النهارده المران كان مهم جدا بالنسبه لكابتن حسام البدري، بالنسبه للاعبين خلاص كابتن حسام البدري نزل بالاحمال البدنيه، النهارده المران يمكن استغرق حوالي 45 دقيقه فقط، فبالتالي كابتن حسام البدري بيحاول ان هو ما يجهدش لاعبي النادي الاهلي قبل المباراه. هتبقى مباراة صعبة سواء من النواحي الفنية أو من النواحي البدنية، إن شاء الله مباراة الغد أمام فريق النجم الساحلي، لكن بشكل عام كل لاعبي النادي الأهلي جاهزين. النادي الأهلي فيه هنا قائمة مكونة من 25 لاعب، 23 لاعب منهم جاهزين بنسبة 100% طبعا للمشاركة في هذه المباراة على حسب الاختيارات الفنية للكابتن حسام البدري والتشكيل اللي هيختاره لبدء هذه المباراة، لكن الاثنين اللاعيبة اللي مش جاهزين خلاص واللي هم خارج المباراة تماما هو كل من حسام عاشور واحمد الشيخ. حسام عاشور زي ما احنا عارفين عنده كدمه قويه في الركبه، بالتالي مش هيقدر ان هو يشارك في مران او في مباراه الغد. النهارده كان في محاولات خلال المران، محاولات اخيره يا كابتن ميدو كان من خلالها بيحاول الجهاز الطبي بقياده دكتور خالد محمود تجهيز حسام عاشور لهذه المباراه، لكن للاسف يعني المحاولات تقريبا خلاص فشلت. صعب جدا ان حسام عاشور يلحق بالمباراه، لسه عنده بعض الالام في الركبه. طبعا هيكون اللي بيعوض حسام عاشور في هذه المباراه هو هشام محمد لاعب النادي الاهلي. في المقابل ايضا احمد الشيخ كان عنده بعض التدريبات العلاجيه في حمام السباحه، خصوصا ان احمد الشيخ اكيد كان عنده تقلصات في العضله القطنيه في اسفل الظهر، فبالتالي ايضا احمد الشيخ غير متاح في مباراه الغد بالنسبه للجهاز الفني. لكن فيما عدا ذلك زي ما قلت لك يا كابتن ميدو كل لاعبي النادي الاهلي جاهزين بنسبه 100% ان شاء الله لهذه المباراه، والاداء مباراه قويه جدا امام فريق النجم الساحلي، ويا ريت ان شاء الله اكيد عندهم تمنيات كبيره جدا واصرار كبير جدا ان هم يحققوا اول فوز بالنسبه للنادي الاهلي هنا في سوسه. يمكن النادي الاهلي ما قدرش انه يفوز في سوسه قبل كده على فريق النجم الساحلي، ان شاء الله اتمنى ان بكره يكون اول انتصار بالنسبه للنادي الاهلي. يا كابتن ميدو لو في اي استفسار اتفضل معاك. ايوه امير، يعني احنا كنا لسه بنتكلم على حسام عاشور، وهل حسام عاشور كابتن حسام بيقول كان ممكن يشارك ممكن لا، انت خلاص اكدت لنا ان حسام عاشور خارج نطاق الخدمه غدا، وده طبعا خبر يعني اكيد يعني احنا زعلنا عليه. ان شاء الله يكون هشام محمد في كامل فورمته بكره ان شاء الله. وهل في كلام ان ممكن احمد فتحي يدخل مكان حسام عاشور ولا هو هشام محمد خلاص؟ وطمني كمان حسام عاشور الدكتور خالد محمود قال الاصابه تقعد كام يوم ولا ممكن تبقى ايه؟ لان حسام عاشور لسه المباريات متلاحقه محتاجينه اكيد. وقول لي كمان جمهور النادي الاهلي كان حوالي كام النهارده في ملعب الاولمبي في تونس؟
طيب في الاول طبعا خلينا اقول لك ان مش احمد فتحي هو اللي هيعوض حسام عاشور في نص الملعب يا كابتن ميدو، من خلال التدريبات ومن خلال اللي احنا شفناه بالتحديد منذ اصابه حسام عاشور، وهشام محمد هو تم التركيز عليه في نص الملعب مع عمرو السوليه، وده بنسبه كبيره ده اللي هيحصل خلال مباراه الغد، بالتالي هيكون في نص الملعب كل من عمرو السوليه هيجاوره هشام محمد على حساب حسام عاشور المصاب. بالنسبه لحسام عاشور وامتى هيرجع، يعني اعتقد خلال اقل من اسبوع ان شاء الله حسام عاشور يقدر يرجع، خصوصا ان احنا عارفين حسام عاشور من ضمن اللاعبين اللي تم اختيارهم في منتخب مصر للمباراه المصريه جدا طبعا امام فريق الكونغو ان شاء الله يوم 8 اكتوبر، واللي بالمناسبه اكيد نتمنى تاهل منتخب مصر من خلال هذه المباراه. فبالتالي جهاز الطب المنتخب مصر ايضا هيبص على حالته، هيشوف حالته هل هيقدر انه يكون متاح ايضا في مباراه الكونغو ولا لا، لكن ان شاء الله الاصابه مش هتاخد وقت طويل بالنسبه لحسام عاشور. ان شاء الله على مباراه العوده او مباراه الدوري بالنسبه للنادي الاهلي قبل مباراه النجم الساحلي هيكون جاهز ان شاء الله ان هو يشارك في المباريات بشكل طبيعي، ده بالنسبه لحسام عاشور. بالنسبه لي طبعا تواجد جمهور النادي الاهلي طبعا كان تواجد مهم جدا، واحنا زي ما احنا عارفين يا كابتن ميدو تواجد جمهور النادي الاهلي في اي مكان دايما بيبقى ليه مفعول السحر، بالتالي النهارده كان متواجد حوالي 120-150 مشجع اهلاوي جايين خصيصا من القاهره عشان يأزروا الفريق في هذه المباراه، هم كانوا متواجدين منذ المباراه الاولى امام فريق الترجي واللي قدر النادي الاهلي ان يفوز فيها بنتيجه 2-1، هم ايضا النهارده كانوا بيأزروا الفريق في اخر مران ليه قبل هذه المباراه المهمه، وطبعا كانوا بيطلبوا من لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله مواصله هذا المشوار الافريقي، وابرز هتاف بالنسبه لهم كان هو افريقيا اهلي، بالتالي اكيد كان حافز معنوي كبير جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراه المهمه. بالنسبه لكلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين يا كابتن ميدو، النهارده خليني اقول لك ان كان في محاضره الصبح وهيكون في محاضره بعد شويه، يعني الفريق دلوقتي هيتناول وجبه العشاء بعدها هيكون في محاضره اخرى، النهارده محاضرتين من قبل كابتن حسام البدري للاعبين اكيد بيركز فيهم على اهم السلبيات واهم الايجابيات بالنسبه لفريق النجم الساحلي، لكن الاهم هو كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين يا كابتن ميدو، يعني اكيد هو كان بيطلب منهم الفوز، مش جايين احنا مش ان احنا نتعادل في مباراه الغد، طبعا التعادل ايضا هيكون نتيجه جيده بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الاهم والهدف بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين هو تحقيق انتصار هنا في سوسه يدي اريحيه بشكل كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه العوده في مصر، خصوصا ان الهدف هيكون غالي جدا هنا، يعني حتى لو النادي الاهلي ان شاء الله قدر ان هو يحرز هدف اكيد هيبقى هدف غالي بالنسبه للفريق ان شاء الله في مباراه العوده، لكن كل الاجواء بشكل عام يا كابتن ميدو اجواء جيده جدا، اجواء هنا اجواء كوره شويه، يعني مناخ يمكن مناسب جدا لاداء مباريات كبيره طبعا، مباريات بحجم مباراه الاهلي والنجم الساحلي، ان شاء الله نتمنى من الناحيه الفنيه تكون مباراه قويه، نتمناها ايضا من الناحيه الفنيه تكون اقوى من النادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه. خليني اقول لك طبعا تواجد المهندس محمود طاهر ايضا لرئاسه بعثه الفريق اكيد ده دافع كويس جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراه، الحديث الدائم ما بين الجهاز الفني مع اللاعبين هو كيفيه تخطي هذه العقبه، كيفيه ان احنا ان شاء الله نوصل للدور النهائي من هذه البطوله ونواصل المشوار الافريقي ده ان شاء الله، وان احنا نحقق البطوله بعد غياب 4 سنين يا كابتن ميدو اكيد ده شيء مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي. بالمناسبه خليني اقول لك ان متواجد في فندق الاقامه ايضا فريق النجم الساحلي، يمكن النهارده اول يوم يجي معسكر ليله المباراه بالنسبه لهم هنا في فندق الاقامه المتواجد فيه فريق النادي الاهلي، فبالتالي اكيد هم ايضا بيستعدوا من خلال التواجد هنا لمباراه الغد. الاجواء عامه في الشارع التونسي هنا في حالة ترقب كبيرة جدا، مستنيين المباراة بشكل كبير جدا يا كابتن ميدو، عندهم حماس كبير قوي وعندهم أمل إن هم يفوزوا على النادي الأهلي، وهم متوقعين ممكن يكسبوا أو 2 أو 3 وده إن شاء الله يعني مش هيحصل، ونتمنى إن النادي الأهلي يقدر يحقق هو الانتصار، لكن الأجواء عامة أجواء جيدة جدا، مش ناقص خلاص إن إحنا إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، إن شاء الله كل لاعبي النادي الأهلي اللي يشاركوا في هذه المباراة يتألقوا بشكل أو بآخر ويقدروا يحرزوا الفوز إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية. لكن لو هنتكلم على التشكيل يا كابتن ميدو، وده يمكن شيء مهم وشيء بيشغل بال جميع الأهلاوية أكيد قبل هذه المباراة المهمة، خليني أقول لك التشكيل الأقرب من خلال متابعتنا للتدريبات، ده طبعا لسه في حسابات أكيد للكابتن حسام البدري، لكن احنا بنقول توقعات.
هيكون في حراسة المرمى هيكون شريف إكرامي، ناحية اليمين هيكون أحمد فتحي، ناحية الشمال علي معلول، اثنين مساكين رامي ربيعة، عودة سعد سمير هديه مباراة على حساب محمد نجيب. أيضا هيكون متواجد في نص الملعب كل من حسام أو عفوا طبعا عمرو السولية وهشام محمد. هيكون أمامهم كل من عبد الله سعيد، جونيور أجاييه، وليد سليمان اللي بيتألق بشكل كبير جدا خلال التدريبات، وأيضا وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المغربي. ده التشكيل الأقرب بالنسبة للكابتن حسام البدري بالنسبة للجهاز الفني والنادي الأهلي إن شاء الله خلال مباراة الغد، لكن لا متأكد منه كابتن ميدو من خلال الروح اللي أنا شايفها هنا في فندق الإقامة وتواجد اللاعبين إن هم عندهم إصرار كبير جدا إن هم إن شاء الله يحققوا الفوز. أي 11 لعيب هيبتدي هذه المباراة هيكون إن شاء الله لائق وداعم بشكل كبير لصفوف النادي الأهلي في اتجاه طبعا الانتصار ومحاولة طبعا الحفاظ أو محاولة عودة هذه البطولة بالنسبة للنادي الأهلي، وده يمكن شيء مهم جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. هم مصرين إن هم بس نرجع مصر مش بانتصار واحد على فريق الترجي، لا إن شاء الله نرجع بانتصارين على فريق الترجي وفريق النجم الساحلي، ومن خلالها إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يواصل هذا المشوار الأفريقي الهام. كابتن ميدو لو في استفسار معاك اتفضل. والله يا أمير أنا كنت هكلمك عن الكابتن حسام بدري، قال في المؤتمر إن هو وارد إن هو يغير طريقة اللعب، لكن أنا كنت هسألك أقول لك من خلال متابعتك للمران شايف الدنيا تبقى إزاي، فأنت قلت لي التشكيل الأقرب، فأنت كده خلاص إحنا هنلعب بنفس طريقتنا مع تغيير حسام عاشور بهشام محمد. إن شاء الله يكون هشام عند المسؤولية وإن شاء الله يكون يعني نجم الفريق في هذه المباراة تحديدا، لكن هو ده الشكل هيلعب النادي الاهلي خلاص 4-2-3-1، واعتقد ان الكابتن حسام هيلعب بالطريقه دي خلاص، ولا ممكن يبقى في مفاجآت من خلال متابعتك للمران؟ طبعا اعتقد المفاجآت يعني اعتقد غير وارده في مباريات كبيره زي دي يا كابتن ميدو، مباراه اهلي ونجم ساحلي في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، فاعتقد المفاجآت هتبقى محدوده شويه، لكن كله يترتب على حسب الفكر اللي الكابتن حسام البدري ممكن يبتدي بيه هذه المباراه بالتحديد من الناحيه التكتيكيه. لكن اللي انا بقوله لك هو التشكيل المتوقع اللي انا شفته خلال التدريبات بالتحديد اخر ثلاث تدريبات بالنسبه للنادي الاهلي، هو ده التشكيل المتوقع. اسلوب اللعب، السيناريو اللي هيعمله كابتن حسام البدري ده اكيد لسه ما نعرفوش، اكيد كابتن حسام هو اللي مرتب لكل هذا السيناريو اللي ممكن من خلاله ان شاء الله او في خططه ان شاء الله من خلال هذا السيناريو هو تحقيق الفوز. انت بتسالني على طريقه اللعب وممكن كابتن حسام هيأدي طريقه اللعب ازاي، ايضا من خلال التدريبات واضح ان كابتن حسام البدري مركز على الناحيه الهجوميه بشكل كبير من خلال اهتمامه بلاعبي الخط الامامي بالنسبه للنادي الاهلي. ده معناه ان كابتن حسام البدري مش جاي هنا عشان يتعادل، كابتن حسام البدري والنادي الاهلي جاي ان شاء الله ان هو يحقق انتصار، هيبقى انجاز كبير وهيبقى حاجه مهمه جدا النادي الاهلي يحقق انتصار هنا في سوسه لاول مره في تاريخ لقاءات الفريقين هنا في سوسه بالتحديد وملعب الاولمبي بسوسه، النادي الاهلي ان شاء الله يحقق انتصار مهم على هذا الفريق. فبالتالي اعتقد كابتن حسام البدري عامل سيناريو معين، شكل تكتيكي معين لهذه المباراه يقدر من خلاله ان هو ان شاء الله يخطف فوز مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن ميدو يعني امير شكرا جدا ليك، يعني الدينامو بصراحه الفريق في تونس، واكيد كل الناس امير بتستناك عشان تعرف الاخبار منك، ان شاء الله كل التوفيق نادي الاهلي، وان شاء الله يكون كده يعني التفاؤل ان شاء الله على وشك، ان شاء الله وعلى وش كل لاعبي نادي الاهلي وكابتن حسام والجهاز الفني وكل الموجودين في تونس، ان شاء الله النادي الاهلي قادم.